صافي دايرين لاباس عليكم في اليوم مع الصحة كاينين ياسر والسيري الحاولي باقي امك الحسن كاع سالات الحاولي عاد تدي عليك عاد تدي عليك قولي مرا مشيت للسوق نمشي معاها عندي دجاج مدلي ولا كان مكافينيش في الرايد وعمل البنات وبغيت نسمع الحباب بحالكم جبتهم اليوم من السوق وشحال من واحد هادو؟ 16 جبتهم 250 ريال الواحد 250 زوين 250 قلت غادي نجربهم نجيب نكبرهم ونشاركهم مع المشاهدين ان شاء الله نهار ثاني اذا كبروا بخلاهم الله وباقي ثاني غنشارك مع المشاهدين ان شاء الله. نبغى بغيت نتزي مع نسابين، نبغي نتزي مع عائلتي، نبغي نتزي مع راسي، نبغي ايوا غادي ندير لهم دابا. دابا اش غديري لهم؟ بلاتي ماما هادي شناهي؟ هادي شريتيها ولا صايبتيها؟ واش خديتيها؟ زوينة بصراحة. زوينة لا زوينة. لا زوينه بصراحه زوينه ها على البرد باش يقبش دابا اش غديري اليوم هاد الوكاله واقيلا ما كتضيعش الماكله ياك هادو هما اللي داير الحمام بصح لا زوينين زوينين بصح وكيبقى نقي ما كيعمرش بالوسخ ديالهم ولا شي حاجه هادي الوراده الوراده كنخدم لها ما غنديرش فيها الخل بعدا وريهم كي كدير اللي كي كتعمريها علاش الخل؟ خل على المرارة الزوج ما شفتيش المرارة هادي كتخلي الماء نقد وحتى معقم ياك يعقم لي حتى الماء ما كيخسرش صح بالنسبة للناس اللي ما عارفينش يديروا الخل في الماء باش يبقى ليهم ما يوليش فيه الميكروب ويبقى الدجاج صحيح داكشي يديروا حتى البصلة ياك حتى البصلة كنتي كديريها البصلة والثومة بصح دابا كيدوكم نديرهم فيه شحال كنت كنشوفك كديري شحال كنت كنشوفك كديري لهم بصلة والثومة والله الا كيشربوا من هنا الوردات ديال الحمام كيشربوا من هذه الماء وكيبقى الماء نقي وحتى الماكله كتبقى نقيه بصح ومن الاحسن الانسان يدير هذا الشيء ها ما سير وياك وشتي دابا هادي هادي كتخلي تخلي دابا تخلي الماكله نقيه تخلي الماكله نقيه قال لك تخلي الماكله نقيه ما تخسر الماكله والو لا بالنسبه للماء كيبقى نقي ولا بالنسبه للماء كتبقى نقيه لا حتي لهم في التراب غادي يهبشوا ويديروا في التراب ها هما كياكل ياكل دابا من الجوع راح تنسى ملي شفتهم وانا شويه شفتي ملي خشرا صوي ولا كنحس عليهم شويه لا كنحس عليهم هذيك الكاله باش النص يكون من هنا والنص يكون من هنا شتي شتي عاي ورد شتي طلعت مساكن تا عطشانين عطش عطشانين حيت ملي جيت وانا حابس عليهم في الكرطونه دابا كلشي غادي يبقى لهم نقي بصح لا زوين هذا هذا بقى لهم مجروح هذا ما قلبنيش كنعقم ديري لي ندير لي الدواء شتيها مسكين مضروب 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 كاين واحد مزاح من ما بغيتش دابا غنسد عليهم ما نتفكرهم على يومين دابا نجي نفاقدهم صافي في العشيه ندور لهم الميك باش ما تخرجش من البرد في اللي كيكون البرد مع الصباح كيكون ندور لهم حق الميك على جهه البرد خليهم الصباح بيدخل الحن حيد عليهم خليه يضربهم من البرد يكبروا ان شاء الله وثاني عاد نشاركهم ثاني مع المشاهدين تبارك الله كياكلوا كياكلوا وحط لي على الماكله وحط لي الماء وداو الجلبه قالوا لي امي اللي راه جالبين اه هذوك يجيو جالبين يجيو جالبين نمشي نسوق لهم نقول لهم شحال غيوفوا وعاد نجلب لهم ثاني شحال عندهم شهر وعاد شهرين عاد نجلب لهم ثاني نجلب لهم الجلبه ثاني الجلبه ثاني ندير لهم في الماء
بالنسبه للناس اللي باغيين يربيو الدجاج بالنسبه لهم الاحسن يديروا هاد الشرابه كيبقى الماء نقي ويديروا هاد الوكاله ويديروا هاد الوكاله حتى الماكله كتبقى نقيه وما كتضيعش وش الماء ما يحسرش ما كيحسرش انا ما عمرتهاش يعمروها. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا اللي كان السلام عليكم ونتمنى لكم حد سعيد وتكونوا كلكم على صحة جيدة وتكونوا على خير ومن خير وتكونوا مزيانين ما تمنيتو خواطركم وما عندني ماما الناس كيقولوا لك دعي معاهم هنا واش حاجة بخاطر الله يعطيها لي واللي ما عندك حاجة ربي يجعل شي دار ربي ويسهل لي فيها واللي غادي لشي بلاصة الله يديه في السلامة ويجيب السلامة ونتمنى لكم واش السلامة والسعادة والسلام عليكم الله يرفع علينا هذا الوباء باش تشوفوا حبابنا ان شاء الله ورد بعضياتهم امين يا رب حبابنا وعاد عائلتنا امين يا ربي امين الله يرفع علينا امين يا ربي امين يا ربي يلا السلام عليكم الله يرحم الجميع اللي باقي مرض الله يشافي.